الإعلاميون والصحفيون أيضا في الصفوف الأولى، ويقع على عاتقهم الكثير في هذه الأزمة. محاربة الشائعات والتطمين والمتابعة لها أهمية كبيرة في مواجهة كورونا. كيف يكون الإعلام فعالا في احتواء الأزمة، وما هو دور العاملين فيه للمساهمة في انحسارها؟ موضوع أهلنا لليوم. فجر فيروس كورونا المستجد طاقات عديدة وابتدع آليات جديدة في التفكير للتعامل مع الأزمة الطارئة التي حلت على العالم ككل، وكان للإعلام حصته من هذه التدابير، حيث إن عليه التعافي مباشرة وترتيب أولوياته لاحتواء الأزمة وتقديم محتوى يرتقي إلى مستوى القلق العام وجديته. تقليص أعداد العاملين والعمل من المنزل وإجراء تدابير احترازية في أماكن العمل ربما كانت على رأس قائمة أولويات المؤسسات الإعلامية عالمياً، لكن هناك ما هو إضافي، حيث يعد الصحفي والإعلامي مسؤولاً وهو في منزله عن تقديم المعلومة والقدوة فيما يجب اتباعه لحصار المرض والحفاظ على الصحة العامة. في سوريا أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها من استخدام كورونا كذريعة لتحجيم حرية الإعلام، إذ شكك كثير من الصحفيين والمراسلين بالأرقام الرسمية الصادرة عن النظام، واعتبرت المنظمة أن المعلومات عن الفيروس هناك تدور في ثقب أسود، مما يضع الإعلام مرة جديدة في الواجهة لكشف الحقيقة والحفاظ على أرواح الناس. مبادرات إعلامية عديدة قادها صحفيون وصحفيات وإعلاميون وإعلاميات هدفت إلى تخفيف الضغط عن الجمهور من خلال تقديم مقاطع ترفيهية على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مساهمتهم في التوعية الصحية والاجتماعية للوصول إلى بر الأمان. فهل يكفي ما قدم أم يتحمل الوضع الراهن المزيد؟ حتى نحكي أكثر حول هذا الموضوع معنا زميلتنا نور حداد. مرحبا نور. وأيضا معنا الصحفية زينب إبراهيم. مرحبا زينب. مساء الخير. مساء النور. البداية معك زينب، مساء الخير. مساء الأنوار، تحياتي لكم وتحياتي لضيوفكم. هل بيتحمل اليوم إعلام النظام مسؤولية المساهمة بتضليل الرأي العام وأيضا الناس؟ طبعاً أكيد لا يخفى على أحد أنه على مدار حوالي أكثر من 9 سنوات شفنا إعلام النظام عم يحاول دائماً يكذب ويروج لأكاذيبه، وحالياً تم زج هذا الموضوع حتى بالأزمات الصحية العالمية. لحد اليوم لتاريخ امبارحة تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اللي تم إعلان طبعاً حالات الإصابات اللي تم الإعلان عنها من قبل حكومة النظام لتوصل الأرقام فقط ل 25 حالة، وهي الأرقام اللي كذبها كثير من صفحات التواصل الاجتماعي، كذبوها كثير من الناس الموجودين على الأرض، حالتين فقط وفيات وأعداد جدا قليلة بالعشرات من المصابين. النظام دائما عم يحاول يستغل الأزمات العالمية ليطمن الناس عبر رسائله أنه سوريا بخير، مثل هي المقولة اللي دائما كنا نسمعها من 9 سنوات لحديث الآن. كثير من صفحات التواصل الاجتماعي من الناس موجودين على الأرض أيضا، يمكن كثير منا عم يتواصل معهم، عم يأكدوا أنه أساساً هي الدولة كبنية تحتية ما جاهزة بتاتاً لهيك مواضيع. أعداد الأسرة يمكن ما بتتجاوز المئات، ومثل ما هو معروف أكيد أنه لمين راح تكون في حال لا سمح الله استشرى هذا الوباء. من نفس النقطة خليني انتقل لنور حداد. مساء الخير نور. قبل ما نبلش بالأسئلة خبرينا كيف عم تقضي وقتك بالحجر الصحي؟ أول شيء بحب أوجه لكم تحية، يعني أنا بصراحة هيك بتشكر الجنود اللي ضلوا بالتلفزيون خلال فترة الحظر، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. وأكيد هاي ظروف شوي صعبة هلأ، أنا بشكل عام يعني ما كتير حسيت بهذا الخنقة أو الضيق، يعني من الأشخاص اللي كتير بتحسر بأشياء بعملها بالبيت يعني. لسه البرنامج شغال. حلو. شفنا كمان عم تصوري فيديوهات توعوية وشي هيك قريب للناس، قديش بتحسي عندك مسؤولية وتأثير تجاه جمهور إعلام النظام اليوم؟ هلا يمكن آخر سنتين يعني من فترة برنامج نور خان، ونحن كنا عم نتوجه بشكل كتير كبير للناس اللي جوا سوريا، الناس اللي موجودين تحت مناطق يعني حكم النظام. هذا الشيء خلق عنا شعبية كبيرة، لا في كتير بيشوفونا بيخافوا إنه يقولوا
عم يحضرونا. انا بتجيني كثير رسائل الي ولفريق الاعداد انه نحن بنتابعكم والكلام اللي عم تقولوه مزبوط، بس ما بنقدر مثلا نعلق على العام، ما بنقدر نشارك هذا الشيء. ففي هذا التاثير اللي انا بشوفه كبير، وفي تاثير بالاجهزه، خلينا نقول اجهزه السلطه في يعني جينا رسائل من ضباط، جينا تعليقات من شخصيات فنيه اعلاميه سياسيه، فنحن متابعين وفي لنا تاثير. يعني فينا نقول نور انه اليوم اهلنا بالداخل اكتشفوا كذب النظام وتضليله؟ هلا يعني ما اعتقد انه ازمه وباء كورونا هي اللي الشيء اللي الشعره التي قصبت ظهر البعير لحتى ينكشف يعني هو النظام. انت بتعرفي انه هو كعطول بيحاول ما يقول على الحالات ويتهرب من الموضوع، يجمل الامور اكثر يمكن. هذا الشيء الغريب انه جائحه مثل هي العالم كله مصاب فيها، فهون النظام يعني غير مسؤول عنها، عن هاي الكارثه. يعني ممكن النظام يقول انه الوضع جدا سيء وما رح يتحمل العبء، بالعكس هو ممكن يستفيد من هذا الشيء ويقول انه نحن غير قادرين على السيطره، انه الدول الكبرى والمتقدمه سقطت بهذا الشيء. لكن يعني النظام حتى بهي الجائحه هو ما له دخل فيها، على يعني على الشعب مصر انه يثبت شرعيته، مصر انه يقول انا قادر اني سيطر على الوضع وانه احمي الناس وسوريا افضل مكان للعيش وامن مكان للعيش. يعني ما بعرف قديش في هذا يعني في مغالاة بالحماقة أو السلطة، ما بعرف. يعني أنت ما لك مسؤول عن الجائحة، فيك تعترف أن الوضع جدا سيء، لا يصر النظام أن الوضع صح. يتكتم ويتنصل من هذا الموضوع. نعم نعم. اسمحي لي رجع لعند زينة. زينة، شو هي المحظورات التي يجب على الإعلام الحذر منها؟ يعني طبعا بالتاكيد بشكل عام التهويل والاخبار المغلوطه والاشياء يلي بتطلع حاليا. اول فتره الكل كان متوتر، الكل كان ناطر اعداد الاصابات يلي عم تقفز سواء كان بتركيا او بسوريا، سواء بمناطق الخاضعه لسيطره المعارضه او المناطق الخاضعه لسيطره النظام. اذا بدنا نفرزهم نوعا ما، بدنا نحكي انه بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة كان في شفافية أكبر. يعني خلال لتاريخ مبارح تم سحب أكثر من 100 عينة وإجراء اختبار فيروس كورونا، والحمد لله طلعوا كلياتهم عينات إجت بنتائج سلبية. المصارحة نحن وقت عم نصارح الناس الموجودة بالمناطق اللي ساكنة، يمكن نحن هون عم نخفف، ما عم نزود من التهويل الحاصل مثل ما النظام اللي هو عم يتكتم. إضافة للكلام يلي حكته نور على سبيل المثال، حاليا النظام بلش يتحجج أنه يوصل رسالته للمجتمع الدولي أنه رفعوا العقوبات الاقتصادية الغربية عنا لحتى نحن نقدر نكافح وباء كورونا. طيب ما هو شو دخل العقوبات بمكافحة أزمة صحية عالمية موجودة ومستجدة حاليا؟ استغلال الوضع ولهذا الفيروس، يعني ذريعة لازم يستغل بأي شيء. نور، خلينا نحكي شوي عن الإعلام العالمي بشكل عام. يعني البعض كان عم يكون يعني كتغطية لهذه الجائحة عم يلعب دور المطمئن زيادة، البعض عم يلعب دور تهويل هذه الأزمة. برأيك إلى أي مدى يجب أن يكون الإعلام شفاف من هاي الناحية؟ لا، يمكن أنا أول بعيش هيك أعرف أنه دور الإعلامي للأسف صوتك عم يقطش نور، نتمنى من الزملاء معوضة الاتصال. رح نقول السؤال لزينة ريثما يتم إصلاح الاتصال. زينة، رأيك بهذا الموضوع، هل يجب أن يكون الإعلام مطمئن أم عم يهول الأمور حتى الناس شوي تخافوا تحطات زيادة؟ أكيد طبعا الإعلام العالمي شفنا كثير من الصور اللي كانت عم توجه على سبيل المثال رسائل تحية للعاملين في الكوادر والقطاعات الصحية حول دول العالم، يمكن لرفع الهمة ورفع الهمم. شفنا يمكن بعض المبادرات اللي هي موجودة حول دول العالم مثل فرنسا وإيطاليا وأيضا تركيا
القرع على الطناجر وايضا التصفيق للكوادر الطبيه. شفنا الناس اللي غنت على البلاكين كعازفين ومغنيين. هدول القصص يمكن لما بتخرج على الاعلام قديش هي بسيطه، ولكن قديش بنفس الوقت تبعت برسائل تطمين للشعوب كلياتها انه نحن قدرانين نواجه هذا الوباء بغض النظر عم يواجهوا بايجابيه، يمكن مثل ما ذكرت من خلال تفاصيل بسيطه ان كان الغناء او المشاركه او التفاعل بين الناس. نور جاهز الاتصال مع نور. انت عم تصوري حاليا بعض الحلقات من نور خانم بالمنزل، حكينا على الصعوبات اللي عم تواجهيها بهي الفتره. والله هو اسهل الموضوع. اسهل. لا هو فعليا في صعوبات على سلامه الفريق، يعني نحن عملنا هذا الاجراء لتقليل عدد الكادر فريق بيشتغل. عم يكون في صعوبات شوي بكتابة النص لأنه نحن بنشتغل ضمن يعني فريق بإعداد النص، يعني بيكون في عمل مشترك. هذا الشيء فقدناه شوي، عم نحاول إنه نعوضه بمحادثات الفيديو. بس بشكل عام كتصوير كان الموضوع بالنسبة لنا يعني الفريق جدا متعاون في هاي المبادرة الفردية بصراحة، إنه كل شخص يقوم بشغله بشكل أكبر. يمكن الضغط كمان أو الظرف الاستثنائي بيخلي الشخص يعني مسؤول يعطي أكثر. نعم تمام، يعطي بشكل أكبر. يعني عم تطلع أفكار بالبرنامج، في الجمهور عم بيقلنا أنه حلقات البيت كتير حلوة، عم طالعوا أفكار منيحة. يعني حتى سكتشات عم نعمل تصوير أكثر من لوكيشن، يعني ما خف أبداً أو ما قلت جودة الحلقات من التصوير بالبيت. بس يمكن بالعكس الناس عم يحسوكم اقرب لإلهم لما بكون عم تصوروا من ضمن البيت، عم يكون في الفاصل يمكن بينكم وبين الجمهور عم يتلاشى من البيت للبيت مثل ما بيقولوا. يعني صحيح لما بكون الامكانيات مبينه انه هي بسيطه وال يعني قريبه، بتكون قريبه اكثر من الجمهور، فالجمهور ما بيكون عنده هي التوقعات الكبيره، فبتكون الماده هي اللي حامله حلقة أكثر من أنه استوديو وإضاءة وأمور تقنية. نشكرك أنت معنا زميلتنا الإعلامية نور حداد، وأيضا نشكر زينب إبراهيم صحفية. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، شكرا لكل اللي شافونا اليوم. لهون بتخلص فقراتنا بالبرنامج. بدي أرجع أذكركم ضلوا ببيوتكم ونشوفكم بكرة. إلى اللقاء.